لغايه ما جاني ورق الشيخ سلام حجازي اللي انا بعرضه اليومين دول. مين اللي لحن يا علي؟ تلحن انت؟ قلت له لحن استاذ محمد السوقي المخرج، والاستاذ يسري حسان اللي كاتب نص اكتر من رائع وكاتب اشعار اكتر من رائعه ومواكبه للنص. فكان التحدي ان انا اعمل اغاني مهرجانات الحقبه الزمنيه بتاعتنا. هو البلوف حلو اللي معمول في المسرحيه ان المخرج عامل ايه؟ مسرح داخل مسرح، شباب بيغنوا مهرجانات، سلمى عادل مطربه هايله، ومراد فكري عامل برضو شخصيه لطيفه جدا خليته غنى في المسرحيه مهرجانات، وبتدخل دكتوره بتعمل دكتوراه على الشيخ سلام حجازي، فقدام بيت سلام حجازي الكليب بيحصل، فبتقول لهم ده انا جاي اعمل دكتوراه، فبتسمعهم بيغنوا مهرجانات بيصوروا الكليب بتاعهم، ايه الهبل اللي بتقولوه ده؟ تعالوا افرجكم على سلام حجازي، وبيرجعوا يرجعوا يتكلموا شويه عنه، ويرجع سلام حجازي يطلع يقول رسالته وهي الكلمه. بدعي كل المشاهدين يا رب اكون الاول ضيف خفيف عليكم. اتمنى انكم تيجوا تتفرجوا على مسرحيه الشيخ سلام حجازي. صدقوني مش عشان انا بمثل فيها، يمكن عشان انا شايف ان في قيم ومبادئ في المسرحيه دي نتفرج عليها ونشوفها. احنا بنعرض خميس جمعه سبت من كل اسبوع في مسرح في قاعه صلاح جاهين مسرح البالون.